طبعا سمعت عن سوء الأحوال الجوية، لكن عمرك سمعت عن سوء الأحوال النفسية؟ سوء بالقاف مش بالهمزة، سوء زي مول أو هايبر كبير بتتعرض فيه أحوال النفوس لناس كتير، ناس فيهم الطيب وبينهم الشرير. السوء ده كان بيروح ليه كل اللي مش عاجبه حاله وقرر إنه يروح بنية بيعه أو استبداله. العجيب إن كل اللي راح السوق ده عشان يبيع حاله أو يستبدله رجع بيه من السوق وحمد ربه عليه ورفض إنه يغيره. السبب إنه قبل ما يروح سوء الأحوال النفسية كان تركيزه بس على نفسه، كان حاسس بس باللي عارفه، كان مشغول بس باللي شايفه، كان بيفكر في المشاكل والهموم، كان لما يسرح سرحانه مش في السماء إنما في الغيوم، كان لما يفرح ده لو فرح فرحته مش بتدوم، كان يكره الحركة من سريره في أول يومه، كان يرفض يفكر في أي حاجة غير همومه، كان يبعد عن أي شيء حواليه إلا هدومه، كان فاكر إنه ضحية ووضعه صعب وحاله أصعب، كان حاسس إنه خايف ويومه كرب وعايز يهرب، كان شايف إنه في ضغط ومع كل شد يفكر يبعد، كان سامع إن غيره في فدان سعادة قاعد بيحصد، كان وكان وكان لغاية ما قرر بعد زمن إنه يجي للسوق يبيع همومه ويستبدل مخاوفه ومن وساوسه يفوق، يسيب الفكر والتعب للناس اللي تحت ويطلع هو للراحة فوق. ولما جه وشاف أحوال غيره في السوق عرف إن حاله أفضل من أحوال ناس كتير من الهموم مش بتروق، عرف إنه أحسن من ناس كتير غير المرار مش بتدوق، عرف إنه أريح من ناس كتير عايشين تحت إنما العزة نفسهم افتكرهم فوق، وعرف يعني أدرك إن في ناس كتير غيره حالهم بيسوق، أدرك إنه لما توزعت على الناس الأموال والقصور اتوزعت معاهم الأمراض والبلايا ومصايب الظهور، أدرك إن اللي شايفه قصاده سعيد وفرحان ممكن جداً يكون بالدواء ماشي أو بالمرض إياه تعبان، أدرك إن اللي سامع عنه إنه مبسوط ممكن جداً يكون مداري عن غيره تعبه عشان يفضل في الشكل ده محطوط، أدرك إن وقوفه على رجليه لوحده نعمة وإن كل اللي اتمناه وما جالوش كان لحكمة، عرف وأدرك لما راح السوق بحاله وشاف حال غيره اللي جاله، عرف وأدرك إن غيره مش سعيد رغم حاله وإن غيره مش مطمن وسط عياله وإن غيره جاله اللي جاله وإن هو في نعمة وفضل كان ولا زال الفضل حاله. ده كان سوء الأحوال النفسية، ودي كانت نفوس عايشة في السوق ظاهرة أو منسية، وده كان واحد من اللي كان فاكر إن حاله صعب وناس غيره متهنية، وده رأيه بعد ما شاف فيهم وعرف عنهم كل بلوى كانت مستخبية. ودي كانت روشتة حياة علشان تعيش أحسن حياة. أشوفك بعقل واعي ونفس راقية. أشوفكم بكل خير.